إنها مصر حصن أمان العرب ولسان الدفاع الدائم والأبدي عن قضاياهم لا سيما القضية الفلسطينية فهي قضية العرب وقضيتها الأولى على مر العصور قدر فرضته مواقفها الراسخة في حفظ سيادة الدول وأمن الشعوب وحفظها التاريخ عن ظهر قلب دون الحاجة لتبرير أو تأويل فبينما يحاول الجميع التنصل من وصمة العار التي أصابت جبين الإنسانية بلا ويخوض البعض معركة الحفاظ على ماء وجهه الملطخ بدماء الفلسطينيين. سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وانسانية بدأت منذ السابع من اكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من اجل الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته فوفق موقف ثابت ووجهة نظر راسخة تمضي مصر دائما وابدا في جهودها على كافة الأصعدة وبدعم غير مؤكده رفضها لاي عدوان او فكره تهجير تطرح من اي طرف كان فوفق موقف ثابت ووجهه نظر راسخه، تمضي مصر دائما وابدا في جهودها على كافه الاصعده وبدعم غير محدود، مؤكده رفضها لاي عدوان او فكره تهجير تطرح من اي طرف كان، فمصر تشدد دائما على ان البوابه الاساسيه والوحيده لحل القضيه الفلسطينيه تكمن في حل الدولتين، واقامه دوله فلسطينيه مستقله على حدود عام 67. عاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الإطار طالما حذرت مصر من أي حلول أحادية من كلا الطرفين من شأنها تعميق الصراع واتساع رقعته في المنطقة وكانت مصر أول من اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وهي الرؤية التي شكلت أساس المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة. من هذا المنطلق وبتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لم تدخر مصر جهدا من خلال اتصالات مكثفة من هذا المنطلق وبتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لم تدخر مصر جهدا من خلال اتصالات مكثفة وعاجلة مع كافة الأطراف سواء الإقليمية والعربية أو الدولية من أجل البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار، والتي توصلت لهدنة إنسانية مؤقتة استمرت على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة. وبناء على تلك الهدنة كثفت مصر جهودها مرارا وتكرارا ومن خلال عدة محاولات مختلفة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين سعيا لحقن دماء الفلسطينيين وخلال هذه المحاولات لم تتحرك مصر بشكل منفرد بل في إطار أشمل مع الحرص على إطلاع الأطراف كافة على أي تطورات أو مقترحات أولا بأول لتتواصل المحاولات لشهور بمشاركة جميع الاطراف سواء بالصراع او بالوساطه حتى عادت لتتعثر مجددا مع اصرار كل طرف على التشبث بمطالبه ورغم ذلك لم تتوقف مصر في مسارها التفاوضي حتى اللحظه الاخيره داعيه الجميع للتوصل الى هدنه تنهي معاناه الشعب الفلسطيني وتحقن دماءه كما تواصل مصر جهودها الدبلوماسيه الحثيثه وباقتدار في مواجهه ادعاءات الاحتلال وتوضيح المفهوم الصحيح للقضيه الفلسطينيه امام المزاعم الاسرائيليه وبينما تمضي مصر في اضافه محطات مضيئه لتاريخ دورها المحوري لدعم القضيه الفلسطينيه ووقف العدوان تتشبث مصر بالقواعد الدوليه والاتفاقات التعهديه وتؤكد احترامها للقانون الدولي في كل خطوه تخطوها أو تصريح تدلي به، هي إذا مصر التي تمضي دائما وأبدا لنصرة الشعب الفلسطيني مهما بلغت التحديات، وهي مصر التي لا تلتفت للأكاذيب والمزاعم التي تطلق بحقها أيا ما كانت جهاتها، فأهدافها واضحة، وسياستها ستظل ثابتة ومتمسكة بالمسار السياسي التفاوضي مهما كانت حلقاته صعبة ودروبه معقدة. هي حصن القضيه الفلسطينيه ليس مجرد لقب او شعار تقلدت به ارض الكنانه بل منهج يشهد عليه التاريخ وتسير مصر على خطاه على مر العصور